هذا وقد نالت مملكة البحرين جائزة رفيعة المستوى من منظمة الأمم المتحدة، حيث تم اختيار وزارة الصحة لجائزة فريق العمل المشترك بين الوكالات التابعة للأمم المتحدة، تقديرا لمساهماتها البارزة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والمتعلقة بمكافحة الأمراض غير السارية وجهودها الكبيرة والإنجازات المتتالية لمكافحة الأمراض غير السارية، سعيا لتحقيق أفضل معايير الصحة والوقاية من الأمراض والحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين بمملكة البحرين. بهذه المناسبة أعرب السيد محمد بن إبراهيم المطوع وزير شؤون مجلس الوزراء عن شكره وتقديره لمنظمة الأمم المتحدة على منحها وزارة الصحة بمملكة البحرين هذه الجائزة الرفيعة، تقديرا لمساهماتها البارزة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والمتعلقة بمكافحة الأمراض غير السارية. أكد المطوع أن هذه الجائزة تعد تجسيدا لما حققته المملكة من إنجازات في المجال الصحي نتيجة للالتزام بتطبيق أفضل المعايير الصحية والاهتمام بضمان مستويات عالية من جودة خدمات الرعاية الصحية بشكل مستدام للمواطن والمقيم باعتبارها حقا ثابتا من حقوق الإنسان، وضمن جهود المملكة للحفاظ على ما حققته من مستويات ومراتب متقدمة في مجال التنمية البشرية. أكد أن البحرين سوف تعمل دائما على مساندة جهود منظمة الصحة العالمية من أجل مكافحة الأمراض المزمنة غير السارية، حيث أن جميع الخطط والبرامج المقدمة من أجل الوقاية من الأمراض هي محل اهتمام ومتابعة من الحكومة، والتي توجه وزارة الصحة باستمرار بأهمية مكافحتها والعمل على التعاون والتواصل مع كافة المنظمات على الصعيدين الإقليمي والدولي، وذلك للوقوف على آخر المستجدات الخاصة بها وطرق مكافحتها. شدد على أهمية دعم مثل هذه البرامج التي لها دور كبير في دفع عجلة التنمية، وضرورة تكاتف جميع الجهود لمكافحة الأمراض والتي تعد بمثابة تحد إنمائي ومسؤولية يجب أن تتشارك فيها جميع القطاعات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني وكذلك أفراد المجتمع بكافة فئاته للتعامل مع الأمراض غير السارية. أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر أن حكومة البحرين تعمل وفق منظومة كاملة للارتقاء بالقطاع الصحي والطبي من خلال العديد من المبادرات والبرامج التي تهدف إلى تطوير وتكثيف برامج الرعاية الصحية الوقائية وترويج أنماط الحياة الصحية بين جميع فئات المجتمع. وأضاف صاحب السمو الملكي خلال الكلمة التي وجهها إلى الاجتماع الثالث رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة المعني بالأمراض غير المعدية ومكافحتها، وكذلك الكلمة التي وجهها سموه خلال الاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة والمعني بمرض السل، والتي ألقاها نيابة عن سموه السيد محمد بن إبراهيم المطوع وزير شؤون مجلس الوزراء. أضاف سموه أن مملكة البحرين تعمل بشكل متواصل على تطوير قطاع الرعاية الصحية عبر تطبيق الخطة الوطنية للصحة. أعطت حكومة البحرين مكافحة الأمراض غير السارية الأولوية في برنامجها، إذ تم تشكيل لجنة عليا لمكافحة الأمراض غير السارية والتي تضم معظم القطاعات المعنية، كما تم إنجاز الخطة الوطنية لمكافحة الأمراض غير السارية والتي تشمل الغايات والمؤشرات تبعا للمسار الزمني وبحسب آليات منظمة الصحة العالمية وأهداف التنمية المستدامة المرتبطة بالصحة. الجهد الذي تحظى به البحرين يأتي ثمرة لجهدها الكبير في مجال الرعاية الصحية ودور الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالاهتمام بالصحة العامة للمواطنين والمقيمين، وهو ما تكلل بالحصول على جائزة تقديرا لدور الحكومة في ذلك. وتسلم الجائزة الدكتور وليد المانع وكيل وزارة الصحة بمبنى الأمم المتحدة في نيويورك. اليوم احنا جدا يعني نفخر بهذه الجائزة، جائزة الأمم المتحدة من فريق العمل اللي كان للوكالة، سلمنا جائزة للوقاية من الأمراض غير السارية. البحرين لتميزها، وهذا التميز اليوم يضاف إليه بأن نكون عندنا هذه الجائزة من بين حوالي 180 دولة مشاركة. فازت البحرين كوزارة صحة بهذه الجائزة على الوقاية من الأمراض غير السارية، وهذا يبين ما يعني الجهد المبذول في مملكة البحرين.
احنا محظوظين بقيادة رشيدة تدعمنا دائما. لو تكلمنا على كل المستويات اللي موجودة اللي خلت نتأهل لهذه الجائزة في جميع المراحل، مرحلة أولى لو تكلمنا عن المرحلة الوطنية أو على دعم الحكومة المستمر لنا، فهناك في لجنة وطنية لإعداد الخطط اللازمة بالنسبة للأهداف المستدامة. وهنأ وزير شؤون مجلس الوزراء وزارة الصحة لتحقيقها هذا الإنجاز المتميز الذي تفخر به مملكة البحرين كثيرا، ويضاف إلى سلسلة طويلة من التكريم والاحتفاء الأممي بما حققته المملكة من إنجازات. نالت البحرين الجائزة رفيعة المستوى من الأمم المتحدة في مجال الصحة تقديرا لإسهاماتها المتميزة في مجال التنمية المستدامة، وانعكاسا على دورها القوي وسط المجتمع الدولي في مجال مكافحة الأمراض غير السارية. تلفزيون البحرين من مقر الأمم المتحدة في نيويورك، إسلام براجة. في وزارة الصحة كانت هناك جهود كبيرة من خلال اللجنة الوطنية لمكافحة الأمراض السارية غير المعدية وغير السارية غير المعدية، فهذه اللجنة تم تشكيلها وتعتبر هي أول لجنة في على مستوى المنطقة العربية، وطبعا بدعم من جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد لمنظومة الصحة بشكل عام في مملكة البحرين ووزارة الصحة على وجه الخصوص. جاءت هذه الجائزة بناء على فريق عمل من عدة من وكالات الأمم المتحدة، من ضمنهم منظمة الصحة العالمية، قاموا بزيارة في العام الماضي لمملكة البحرين لتقييم وضع الصحي في المملكة. في ذلك الحين لم يعلن أن هناك جائزة، ولكن كانت مفاجأة بالنسبة لنا من خلال هذا الفريق الذي جاء للزيارة وقيم الواقع، وبالتالي وصلنا علم خلال 10 أيام الماضية أن خصصت جائزة، ومملكة البحرين أول دولة عربية تحصل على هذه الجائزة لأول مرة في على المستوى العالمي. المبررات التي دعت لاختيار مملكة البحرين للحصول على هذه الجائزة عديدة. أولاً أن مثل ما ذكرت مملكة البحرين هي الدولة الوحيدة التي لديها لجنة وطنية لمكافحة الأمراض غير السارية وغير المعدية، وتضم كافة القطاعات في مملكة البحرين وليست وزارة الصحة فقط، بل جميع الوزارات ومنظمات المجتمع المدني أعضاء في هذه اللجنة. السبب الآخر أن هي البحرين تتميز بمرونة النظام الصحي وتوفير التغطية الصحية الشاملة للجميع، وتتميز بكفاءة الكوادر الوطنية الموجودة والخدمات الصحية الراقية التي تقدم. أيضا من ضمنها أن البحرين لديها خطة وطنية للصحة حتى عام 2025، هذه الخطة شاملة لكل ما تسعى إليها منظمة الصحة العالمية.